بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أن نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، مما عملت أيدينا نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، أيدينا أنعاما مد منفصل في الإشباع. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يأكلون إبدال همزة حرف مد. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. آلهة بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فعلى قصر بدل في آلهة لنا في ينصرون ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قرأ ونفي بضم الياء وكسر الزاي. قولهم إن صلت بم الجمع ومن قبيل مد منفصل في الإشباع. يسرون وراء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مدان منفصلين في من الإشباع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الأخضر نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. فإذا أنتم مد منفصل في الإشباع. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. والأرض نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. على أن مد منفصل في الإشباع. بلى من دوت الياء في فتح وتقليل. فعلى الفتح في بلا لنا في العليم ثلاثة العارض، وعلى التقرير بين بين في بلا لنا في العليم التوسط الإشباع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد ثلاثة مدود منفصلة في الإشباع. إنما أمره إذا شيئا مد في التوسط الإشباع. شيئا أن يقول نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. شيء مد لين فعلى وجه التوسط لنا فيه فيكون ثلاثة العارض. وعلى الإشباع في اللين لنا في العارض الإشباع. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شيء هذا مد لين في التوسط والإشباع. ترجعون عارض فعلى التوسط اللين لنا في ترجعون ثلاثة العارض، وعلى إشباع اللين الإشباع في العارض. بهذا نكون أنهينا سورة ياسين. السورة المولية سورة الصافات. طبعا بين السورتين للأزرق ثلاثة أوجه: السكت والبسملة والوصل. طبعا وجه على وجه السكت: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا. وجه الإشباع في اللين مع السكت: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا. نعطف في وجه البسملة على التوسط في شيء: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. وجه الإشباع في اللين على البسملة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. نعطف بوجه الوصل على التوسط في اللين:
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا، نعطف بوجه الإشباع. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا. طبعا في وجه السكت ووجه البسملة إن شئنا أن نحرر الأوجه العارض مع اللين نحررها. من أراد معرفة تفصيل هذه الأوجه بين السورتين، يعني إنشاء، يرجع إلى مصحف الأزرق الذي سجلته، فهو موجود على قناتي في اليوتيوب، فقد قرأت بجميع الأوجه بين السورتين. هذا ما فتح الله لنا عز وجل في هذا الوجه، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.